سيدي الطعمي الاسيوطي المصري مدد، وسيدي الحجازي الرمضان الدسوقي مدد. مولانا فتح الصفحة شوف شنو طلع لي. علي الرماتيتي او الرماتيني، الرماتيني لا طلعت في ايران، اصله من قرية راماتين على فرسخين من بخارة. انت رحت على مين مولانا؟ لا في واحد من رواة الاحاديث جابوا من عديد الضعفاء والمتروكين نفس القرية دي، بس انت بتقول دلوقتي اي والله من ايران. كان له مريد ذا همة عالية جدا، فقال الشيخ مرادي ان اكون مثلك صورة وسيرة، فقال الشيخ هذا امر صعب لا تطيقه، فقال لا اريد غيره، فاخذ الشيخ بيده وادخله الى خلوته وتوجه اليه بكليته وتفضل عليه بعلي عمته همته، فبعد ساعة نزح الغلام وقد صار مثل الشيخ صورة وسيرة، لا يقدر أحد أن يميز بينهما. توفي عام 715 وقيل عام 721 وقد عمر 130 عاما. مولانا يقدر الإنسان يعمر 130؟ وأكثر. إيه يعني ثم أطول الناس أعمارا قومهم وأقواهم بدنا قوم عاد، فأكثرهم عمرانا قوم ثمود. عمرو بن محمد بن بجير الهروي السمرقندي، هذا الشيخ عبد الله الهروي بلبنان من أهل الحبش، محدث ما وراء النهر. أبو حفص عمرو بن محمد بن بجير الهروي السمرقندي البجيري الإمام الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتفسير، ولد عام 323 أو لا 223، وكان فاضلا خيرا صدوقا تبتا في الحديث، توفي عام 311. تبتا شنو يعني تبتا في الحديث؟ أنا معتمد؟ لا ينسى. الفياضي والله هو قاعد يسمعنا. غنجار أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن سليمان بن كامل البخاري الحافظ المؤرخ محدث ما وراء النهر صاحب تاريخ بخارى، مات عام 412.